الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع في حقل الإحصاء الاستدلالي inferential statistics مخصص للتوزيع الطبيعي أو the normal distribution. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. التوزيع الطبيعي، قدمت في مقطع سابق أو مقاطع سابقة المبادئ الأساسية لتجربة برنولي أو برنولي ترايل باعتبارها أساساً لقوانين الاحتمال الأكثر استعمالاً، ثم قدمت توزيع ذي الحدين لو باينوميال لو، وأخيراً توزيع بويسون أو بويسون ديستريبيوشن. سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية للتوزيع الطبيعي نورمال ديستريبيوشن باعتباره أهم توزيع احتمالي متصل continuous distribution مقارنة مع التوزيعات الاحتمالية المتقطعة أو ما يسمى discrete distribution، وهو كثير الاستعمال في الاقتصاد والعلوم الإدارية والعلوم الطبيعية. يفضل وأتمنى على أحبة الطلبة والمتابعين أن يعودوا إلى المقاطع المشار إليها لإنعاش الذاكرة، بخاصة تجربة برنولي وتوزيع ذي الحدين، لأنهما متصلان أو متصلتان كفكرتين، يعني متصلتان بالتوزيع الطبيعي بشكل مباشر. تعريف التوزيع الطبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتصلة المستمرة continuous probability distribution مقارنة مع continuous أو discrete probability distribution. يعتبر هذا القانون أو التوزيع من أهم القوانين الاحتمالية المعروفة في علم الإحصاء والقياس، ينشأ عن عدد كبير من تجارب برنولي المستقلة independent Bernoulli trial، وبسبب كثرة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي يمكن وصفها وتحليلها بواسطة التوزيع الطبيعي، فقد احتل هذا القانون مكان الصدارة بين التوزيعات الاحتمالية، حيث تأخذ الآن دالة كثافة الاحتمال density function مقارنة مع distribution function. هنا عن دالة كثافة الاحتمال density function نقارنها بدالة التوزيع اللي هي distribution function. هذه الدالة للمتغير الطبيعي تأخذ صيغة رياضية آلية، وهي المستعمل في التطبيق. للوهلة الأولى قد تبدو أنها معقدة، لكنها بسيطة جدا في التطبيق العملياتي. الآن هاي الاحتمال probability x، احتمال وقوع الحدث x، هذا هو الانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي ل x، وهنا العدد النيبيري e أو exponential number اللي هو e to the power، الآن سالب سالب، طبعا سالب half أو نصف، وهذا متوسط توزيع x، وعندي النسبة التقريبية 22.7 باي النسبة التقريبية. وبالتالي هذا هو الشكل الرياضيات، لكن بالتطبيق العملي لا يتم استخدام هذه الصيغة أبدا، حيث ترمز هنا أكس للمتغير العشوائي كالدخل أو الإنتاج أو الطول أو الوزن أو أي متغير يخضع للتوزيع الطبيعي المراد حساب احتماله. تمثيل بياني، تمثيل بيان لدالة التوزيع distribution function اللي هي قاعدة أقل من أو تساوي، هناك ما يسمى بالتوزيعات التراكمية، أقل من أو تساوي أو أعلى من أو أكبر من أو تساوي وهكذا، فتأخذ الشكل التالي. هذا الآن يعني منحنى دالة التوزيع تقسم إلى نصفين، هنا الآن أقل من هذه النقطة 50% من الاحتمال، وبكون طبعا عند المتوسط المتغير، وأعلى من 50% إلى اليمين أو إلى الأعلى، فهذه دالة التوزيع التي تأخذ هذا الشكل. أما الآن دالة كثافة الاحتمال اللي هي density function for the probability distribution فتأخذ شكلا بيانيا مشابها للجرس، هو أكثر نركز نحن الآن على دالة كثافة الاحتمال أكثر من دالة التوزيع، كما في الشكل الآتي وهو متماثل. هاي الآن دالة كثافة الاحتمال، هذا المنحنى الأزرق هو منحنى الدالة، والتوزيع الطبيعي ما يسمى بدالة كثافة الاحتمال إلى يمين الوسط 50% وإلى يسار الوسط 50%، وبالتالي الآن هو symmetrical متماثل حول الوسط، وسط التوزيع. ودائما وابدا المساحه تحت المنحنى، تحت المنحنى اي داله احتمال تكون 100% المساحه. نكمل الان. يعتمد
امتداد التوزيع، إذا سمحت أرجع إلى المقطع السابق وهو الآن هذا امتداد التوزيع إلى اليمين وإلى اليسار، إلى يمين الوسط امتداد التوزيع وإلى يسار الوسط امتداد التوزيع. يعتمد هذا الامتداد اليمين واليسار على مقدار ماذا؟ الانحراف المعياري للمتغير العشوائي أكثر. فكلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري سيجما قل امتداد أو انخفض امتداد التوزيع يمينا ويسارا، وزاد ارتفاع الجزء المدبب. الجزء أعود إلى المنحنى، هذا الجزء المدبب من المنحنى الآن زاد ارتفاع الجزء المدبب منه، وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري سيجما زاد امتداد التوزيع إلى اليمين ويسار يمين ويسارا وانخفض الجزء المدبب منه. فيوضح الشكل الآتي الآن، الشكل الآتي: توزيع المتغير الطبيعي X بوسط ميو تساوي 5 لكافة التوزيعات الآن، الأخضر الأزرق الأحمر، لكن اخترنا ثلاث قيم مختلفة للانحراف المعياري هي سيجما 1 و 2 و 3. نلاحظ الآن عندما كانت قيمة الانحراف المعياري 1 صحيح يكون التدبب يعني الجزء المدبب منه عالي وبالتالي القيم قريبة من الوسط الحسابي. عندما زاد الانحراف المعياري وهو تفسير للانحراف المعياري تبتعد القيم عن وسط الحسابي، وعندما زاد أكثر وأكثر من 2 إلى 3 زاد، وبالتالي امتداد التوزيع هنا كان قليلا هنا زاد وهنا زاد. أما الجزء المدبب كان عاليا انخفض الجزء المدبب وانخفض أكثر وأكثر. والمساحة دائما تحت أي منحنى تساوي 100%. في جميع الأحوال تبقى قيمة ما يسمى معامل التفرطح كرتوسس كوفيشن، اللي هو يعني قياس الجزء المدبب من دائما دالة التوزيع لأي منحنى لأي توزيع احتمالي. فبالتوزيع الطبيعي دائما وأبدا K تساوي 3 بالتوزيع الطبيعي. سأفرد إن شاء الله مقطع مخصص لفكرة معامل التفرطح ومعامل الالتواء في مقطع قادم إن شاء الله. فينقسم الآن نتيجة للتماثل هذا التوزيع إلى يمين ويسار الوسط مناصفا 50% إلى يمين الوسط و 50% إلى اليسار بإذن الله. يتميز توزيع المتغير العشوائي الطبيعي X مثلا بمعلمتين. الآن يعني إذا كان اسمه X Y Z فX مثلا يتميز التوزيع الطبيعي بمعلمتين تتحكمان به، هما وسطه وانحراف المعياري. إذن هناك معلمتان هما الوسط والانحراف المعياري اللتين تتحكمان بالتوزيع المتغير العشوائي الطبيعي. لا يتعامل الباحث مع التوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي X مباشرة، لا يتعامل معه مباشرة كما ذكرت في الصيغة الرياضياتية الأولى المعقدة، لكن نستخدم يعني صيغة ثانية أبسط بكثير التي سأوضحها إن شاء الله فيما يأتي من وقت. بل يقوم الآن بتحويله من فضائه العادي X، حيث X normal space اللي هي تأخذ قيم عادية سالب 10 5 6 0 40 وهكذا 100 مهما كانت الأرقام، نحول هذه الأرقام والأعداد والبيانات إلى فضاء معياري standardized space اللي هو يختصر بالحرف Z بواسطة الصيغة الآتية. الآن هذا المتغير المعياري Z هو يساوي حاصل قسمة الفرق بين المتغير العشوائي X من وسط مقسم عن الانحراف المعياري. هذا الآن المتغير الطبيعي Z، هذه القيمة العادية المتغير كما ذكرت، هذا الانحراف المعياري، وأخيرا هذا متوسط التوزيع. وبالتالي دائما أبدا نحول القيم العادية X من صيغتها normal space من صيغتها من فضائها العادي إلى فضاء معياري، ونستخدم المصطلح أو الحرف Z اختصارا لها. فZ تساوي حاصل فرق X minus mu على الانحراف المعياري. عند التمعن بالمتغير Z أرجع إلى القليل بعد إذنكم، Z تساوي الفرق مقسم على الانحراف المعياري. وبالتالي هنا إذا قسمت هذه القيمة على الانحراف المعياري فكأنما أقول كم انحراف معياري في هذا الفرق. هنا تكمن يعني الفكرة من وراء Z. فعند التمعن بالمتغير Z نجد بأنه الفرق بين قيمة المتغير X
ووسط المجتمع للمتغير نفسه ميو، مقسما على قيمة الانحراف المعياري للمجتمع سيجما. وبالتالي فإن وحدات حساب المتغير زي هي بوحدات الانحراف المعياري للمتغير اكس. مثال كيف نحول الآن اكس إلى زي. عفوا، الجدول الآتي يحتوي بيانات افتراضية عن المتغير الطبيعي اكس. إذن اكس متغير طبيعي، أخذ القيم التالية 10 11 8 4 3 6. يمكن لنا أن نحول هذا المتغير الطبيعي من فضائه العادي، هذا الفضاء العادي، إلى فضاء معياري كما يلي. أول خطوة نحسب ما يسمى متوسط المتغير X. إذن متوسط ميو of X تساوي 10 زائد 11 زائد 8 زائد 4 زائد 3 زائد 6، مقسم على عدد المشاهدات اللي هي 6، فبكون متوسط يساوي 7، هي 42 مقسم على 6 يساوي 7. أما التباين والانحراف المعياري فهما كما يأتي. استخدمت الصيغة المختصرة، ربعت القيم، جمعتها وطرحت منها مربع المتوسط. فمربع 10 100، مربع 121 11 121، 8 64 4 16 3 9 6 36، قسمناها على 6، طرحنا منها مربع المتوسط 47، فبيكون التباين يساوي 8.667. إذا أخذنا الجذر التربيعي لهذه القيمة نحصل على ما يسمى بالانحراف المعياري سيجما أوف إكس تساوي 2.944. إذن لدينا قيمتان، قيمة المتوسط 7 وقيمة الانحراف المعياري 2.944، وبالتالي نستطيع الآن نحول إكس من هذه القيم إلى قيمة معيارية كما يأتي الآن. هاي الآن مربعات قيم متغير، والآن هذا مربع أو مربعات متوسط متغير. كيف الآن؟ ثانيا يكون متغير معياري الخطوة الثانية كما يأتي. نطرح الآن القيم التي حصلنا عليها X 10 11 6 4، وهكذا نطرح كل قيمة من المتوسط 7 نقسمها على الانحراف المعياري، فتنتج عندي القيم الست التالية. مقابل كل قيمة عادية هناك قيمة معيارية، هذا بالفضاء العادي، هذا بالفضاء المعياري. هناك خاصيتان مهمتان للمتغير الطبيعي المعياري. الخاصية الأولى هي أن متوسطه expected value of z دائما وأبدا تساوي صفرا. أرجو من الطالب النبيه والمتابع النجيب أن يحسب هذه القيمة فيجد بأنها تساوي صفرا، اللي هي قيمة متوقعة لأكس قسم على سيجما، هذه ثابتة هذه ثابتة، فيبقى عندي expected value القيمة المتوقعة على X مقسم على هذه، إذا القيمة المتوقعة على X تساوي ميو، وبالتالي ميو على سيجما ناقص ميو على سيجما يساوي صفر. إذا دائما أبدا هذا المجموع يساوي صفر، إذا هذا المجموع دائما يساوي صفر. الخاصية الثانية أن تباين Z المتغير المعياري دائما وأبدا، وأرجو من الطالب النبيه والنجيب أن يحاول اشتقاق هذه القاعدة البسيطة بالرجوع على كيفية حساب ما يسمى بالتباين في مقطع سابق، ذكرت عن مقاييس التشتت كيف نحسب التباين لأي متغير في الدنيا. وبالتالي الآن تباينه نجد بأنه يساوي دائما وأبدا واحد صحيح. إذن الآن هاتان الخاصيتان، الأولى بأن متوسط زي يساوي صفرا وتباينه يساوي واحد صحيح، ما يعني الآن بأن الانحراف المعياري يساوي واحد صحيح، لأن الجذر التربيعي لواحد يساوي واحد صحيح. بناء على الخاصيتين المذكورتين يقسم الإحصائيون دالة كثافة الاحتمال للمتغير الطبيعي المعياري إلى 6 أجزاء، بالعادة 3 إلى يمين متوسط ميو و3 إلى يساره اللي هي ميو، وهي مبينة على شكل مساحات في الصورة البيانية الآتية. هذه المساحات، هذه المساحة الأولى، المساحة الثانية، المساحة الثالثة، المساحة طبعا إلى يمين متوسط، هاي 3 مساحات، إلى يسار متوسط المساحة الأولى الثانية الثالثة، 3 مساحات، وبالتالي 6 أجزاء. هناك جزئان، الجزء الأول إلى يمين المتوسط بمقدار انحراف معياري واحد، والمساحة الثانية إلى يسار المتوسط بمقدار انحراف معياري واحد. المساحة تحت
في يعني مجموع المساحتين هنا تساوي 34.1 ضرب 2، لأن هنا 34.1% مضاف إلى 34.1%، وبالتالي بيكون 68.2%. شو المقصود فيها؟ بأن 68% من المجتمع الإحصائي دائما وأبدا، مجتمع الإحصائي مهما كان أعمار الأشخاص، دخولهم، أطوالهم، أوزانهم، إذا كان طبعا بيخضعوا للتوزيع الطبيعي، ومعظم الحالات عندما يكون عندي عدد كبير جدا من المتغير الذي يمثل ظاهرة معينة بكون توزيعه طبيعي، وبالتالي 68% من المجتمع الإحصائي يقع بمساحة زائد ناقص انحراف معياري لليمين واليسار. هنا دائما وأبدا مساحة تحت المنحنى تساوي 100%. إذا أضفت المساحة هذه والمساحة هذه للمساحتين الأولتين بكون عندي 95% وجزء طبعا أقل من 90% من حجم المجتمع الإحصائي يقع إلى انحرافين معياريين إلى اليمين وانحرافين معياريين إلى اليسار. إذا أضفت المساحة الأخيرة بكون عندي 99% من المجتمع الإحصائي يقع كحد أقصى إلى 3 انحرافات معيارية إلى اليمين المتوسط و3 انحرافات معيارية إلى يسار المتوسط. أكرر الآن تبين الصورة البيانية بأن ما يزيد قليلا عن 68% من المجتمع الإحصائي يقع على بعد زائد ناقص انحراف معياري واحد، هذا زائد هذا ناقص، أو هذا موجب هذا سالب. طبعا بعيدات إيش؟ من متوسط المجتمع الإحصائي. ويقع ما يزيد قليلا عن 95% إذا أضفت المساحة هذه وهذه إلى المساحتين الأولتين، 95 بتكون تعطينا أكثر من 95% من المجتمع الإحصائي يقع في مدى زائد ناقص 2 انحراف معياري من المتوسط. ويقع الوسيط في الفترة المغلقة زائد ناقص أقل طبعا من انحراف معياري واحد، اللي هو تقريبا 67.45% من الانحراف المعياري. ومن حسن حظ يعني المتابع والباحث بأن مقاييس النزع المركزي الوسط والوسيط والمنوال تنطبق على نقطة واحدة، وهي أتت في يعني حول إيش؟ حول المتوسط. طبعا في بالأرقام العادية بالأعداد بالمتغير العادي اللي هو X وليس بالزي، وهنا طبعا هذا المتوسط دائما يساوي صفرا والتباين يساوي واحد صحيح. ما يعني الآن الوسط والوسيط والمنوال في نقطة واحدة حول وسط التوزيع، عندما نتحدث طبعا عن توزيع القيم العادية اللي هي بالفضاء العادي كما ذكرت قبل قليل. عادة ما يعبر عن توزيع المتغير الطبيعي X بالرمز، سأقرأه باللغة الإنجليزية X is normally distributed، هاي distributed normally بوسط يعني with mean mu and variance sigma square. إذن X is normally distributed normally هنا with mean mu and variance sigma square، وتقرأ باللغة العربية كما يأتي المتغير X موزع طبيعيا بوسط mu وتباين sigma square، أو طبعا انحراف معياري sigma لأنه جذر التربيع sigma square يساوي sigma. فإما نضع هنا sigma square اللي هي تباين، أو نضع اللي هو فقط قيمة الانحراف المعياري اللي هو الجذر التربيعي لسيجما سكوير. لم يستطع كما ذكرت قبل قليل، لم يستطع العلماء المهتمون من حساب قيمة التكامل هذه إذا وضعناها من ماينس من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، لا يمكن لأي عالم أن يجدها بالطريقة التحليلية، فوجدوها بالطريقة العددية. إذن لم يستطع العلماء المهتمون من حساب قيمة التكامل تكامل هذه القيمة بالطريقة التحليلية analytical method اللي هي الانتجريشن أو إشارة التكامل، ولجأ هؤلاء إلى استخدام الطريقة العددية numerical method في حساب قيم الاحتمال، فحسبوا المساحات تحت المنحنى ووضعوها في جداول خاصة حتى يسهل استخدامها، سأبين هذه الجداول بعد قليل. كي نتمكن كما ذكرت قبل قليل كي نتمكن من استخدام التوزيع الطبيعي في حساب الاحتمالات المختلفة لمتغير ما، نقوم بتحويله أي transform تحويل المتغير إلى قيمة معيارية standardized value كما شرحنا قبل قليل.
ويعبر عن توزيع زي ب زي is normally distributed with mean zero and variance or standard deviation يساوي صحيح، وتقرأ زي متغير طبيعي معياري. يفهم تلقائيا بأن الوسط يساوي صفرا والانحراف المعياري يساوي 1 صحيح. مثال حساب الاحتمال المتغير الطبيعي. لنفترض بأن X متغير طبيعي وسطه ميو تساوي 100 وانحراف المعياري يساوي 5. السؤال البسيط، ما هو احتمال أن تكون قيمة X هذه أكبر من أو أعلى من 110؟ إذا احتمال probability of X greater than 110 110. من نقاشنا السابق نبدأ بتحويل X من صيغته العادية بالعشرة والعشرين والواحد والاثنين هنا إلى صيغة معيارية، إلى صيغة متغير معياري، أي تكوين Z كما يأتي. لأن Z كما ذكرت قبل قليل تساوي المتغير مطروح منه وسطه مقسم على الانحراف المعياري، ويساوي في هذه الحالة 110 مطروح منها 100 اللي هي متوسط مقسم على الانحراف المعياري 5. إذا Z في هذه الحالة تساوي 2. المطلوب الآن بما أنه المطلوب تساوي معرفة احتمال أنها X أكبر من 110، معنى ذلك بعدما حولنا القيم هذه إلى قيم معيارية بنقول بحال هاي شو احتمال Z تكون أكبر من 2، لأن القيمة هون 2 وبالتالي احتمال أنها Z تكون أكبر من 2. يمكننا النظر إلى هذه المسألة من منظورين مختلفين لكنهما متكافئان. الأول عند النظر إلى الشكل التالي نجد بأن القيمة التي نبحث عنها تقع إلى يمين 110. أرجو التدقيق في الشكل البياني. الآن هذا هو المتوسط 100، وأنا أبحث عن ما هو احتمال أن يأخذ هذا المتغير X طبعا طبيعي أن يأخذ القيمة أكبر من 110، أكبر من 110. معنى ذلك بأنني أبحث عن مساحة، هذه المساحة، هذه المساحة، فاتجاه حساب المساحة إلى اليمين. لاحظوا لي هنا احتمال X أكبر من 110، معنى ذلك أنه الاحتمال يكون إلى اليمين. من أين أتيت بهذه القيمة؟ الآن سأبينها إن شاء الله بالحسابات البسيطة. وبالتالي الآن سأضطر إلى تحويل هذه الآن من قيمتها العادية. هنا لا أستطيع استخدام التحليل أو خلينا نقول الحساب التحليلي. الآن سأضطر إلى تحويلها إلى قيمة معيارية كما ذكرت هنا، وأستخدم الجداول التي صممها العلماء تباعا، فسأذكرها بعد قليل إن شاء الله. وهذه الجملة سأعيدها هنا. المطلوب معرفة probability of Z أكبر من 2، وكما ذكرت يمكن لنا النظر عفوا إلى المسألة من منظورين. المنظور الأول هنا أنه أريد الآن احتمال X أكبر من 110، معنى ذلك أن الآن أنني أبحث عن هذه المساحة. هذه المساحة تساوي 1 صحيح 100% مطروح منها المساحة التي إلى يسارها، الشيء المنطقي هكذا طبعا دائما وأبدا المساحة تساوي 100%. الآن سأحول هذا المنحنى إلى منحنى معياري، هذا هو المنحنى المعياري، يأخذ الشكل نفسه لكن وحدات القياس هنا انحراف معياري، هنا انحرافين، ثلاث انحرافات، أربعة، وهكذا إلى اليسار انحراف معياري واحد طبعا سالب، سالب انحرافين، سالب ثلاث انحرافات، سالب أربعة، وهكذا، ودائما وأبدا المساحة واحد صحيح. فأنا أريد الآن احتمال Z أكبر من 2، إذن أريد المساحة التي تقع إلى يمين 2. طبيعي أن أقول بالحالة هاي أن أستدل بأنها تساوي المساحة الكلية واحد صحيح مطروح منها المساحة إلى يسار 2. من أين أتيت من هنا؟ أكرر، سأذكرها بعد قليل بإذن الله. إذن الآن احتمال Z أكبر من 2 probability of Z أكبر من 2 تساوي واحد صحيح اللي هو 100% مساحة المنحنى مطروح منها المساحة التي تقول لها زي أقل من أو تساوي 2، وتساوي 1 مطروح منها الآن ما يعني القيمة المجدولة أن المقابل 2، وتساوي 1 هاي الآن هذه القيمة التي حصلت عليها من الجدول وأعطتني الجواب النهائي. الجدول الآن سأذكره الآن في المقطع القادم، وأعود ثاني مرة إلى هذا المقطع بإذن الله. هذه الجداول جداول التوزيع الطبيعي. الآن عندي Z موزعة عموديا
وأفقيا. كيف؟ زي تبدأ بسالب ثلاثة انحرافات معيارية، بنضيف لها الآن عشر انحراف معياري، 20، 13، 4/10، 5/10، 6 إلى أن أنتهي بتسعة بالعشر. إذن أعلى قيمة أو يعني أقل انحراف معياري ممكن استخدامه سالب ثلاثة إلى اليسار، طبعا سالب ثلاثة فاصلة تسعة بالعشرة من الانحراف المعياري إلى يسار المتوسط. هذه المساحة التي تقع، لأنه توزيع تراكمي، أرجو الانتباه كيف أقرأ الآن الجدول، المساحة التي تقع إلى يسار سالب ثلاثة فاصلة تسعة بالعشرة انحراف معياري تساوي 1%. أكرر، المساحة التي تقع إلى سالب يعني إلى يسار المنحنى ومقدارها سالب ثلاثة، سالب ثلاثة وتسعة بالعشرة تساوي 1%. أختار قيمة ثانية، ما هي الآن المساحة التي تقع إلى يسار انحراف معياري واحد، إلى يسار انحراف معياري واحد تساوي 15.8، يعني أقل من 16% بشيء قليل، 15.87% بالمية. سؤال أو خلينا نقول مثال ثالث، ما هي الآن المساحة المحصورة إلى يسار انحراف معياري واحد موجب؟ هنا اخترت أنا انحراف معياري سالب يعني إلى يسار، هلا إلى يسار انحراف معياري إلى الموجب هنا اللي هو هذه القيمة، فبتكون المساحة إلى يسار الانحراف معياري تحت المنحنى تساوي 84.13 اللي هي أقل من 85 بشيء قليل، 85% من المساحة. طيب السؤال أو الحالة أو المثال الآخر، ما هي المساحة المحصورة إلى يمين انحرافين معياريين، إلى يمين انحرافين هاي اثنين تساوي واحد صحيح، واحد صحيح لأن المساحة الكلية هاي إلى يسار اثنين. هلا السؤال بقول أنا إلى يمين اثنين، بتكون بالحالة هاي واحد صحيح، مطروح منها هذه القيمة، مطروح منها هذه القيمة. ما يعني الآن إنه إذا عدت إلى الخلف فاحتمال تكون إلى يمين اثنين تساوي 100%، مطروح منها المساحة التي إلى يسار اثنين. هاي القيمة من الجدول، إذا عدت إلى الجدول الآن اللي هي اثنين، هاي هو قيمة اثنين، فواحد صحيح طرحنا منها 0.9773 فأعطتني الجواب التالي اللي هي طبعا هو قربناها تساوي 2.28%. ما يعني انه احتمال ان تكون قيمة اكس اكبر من 110 احتمالها بيكون فقط طبعا من توزيع طبيعي المتوسط له كما ذكرت قبل قليل، ارد اعيد يعني بعد اذنكم، متوسط توزيع الطبيعي 100 انحرافه المعياري 5، فما احتمال ان اسحب عينة عشوائية ويطلع وتكون القيمة اكس هاي تساوي اكبر من 110، اكبر من 110. فالجواب بكل بساطة هنا حسبناها من الجدول انها تساوي اقل من 3% من 3% احتمال، يعني من كل 100 عينة، من كل 100 تجربة فقط ثلاثة بكون قيمتهم اكثر من 110. نكمل الان الجداول، ذكرتها قبل قليل وأرجو العودة إلها بالكتب طبعا والنشرات الإحصائية. نأخذ مثال آخر، مثال احتمال متغير طبيعي، لنفترض بأن علامة الامتحان الأول لطلبة الاقتصاد القياسي كانت موزعة طبيعيا بوسط ميو تساوي 17 وانحراف معياري سيجما يساوي 2. إذن الآن متوسط العلامات كان 17 والانحراف المعياري 2، ما هو احتمال إذا سحبنا عينة أن تكون علامة أحد الطلبة أعلى من 18.5؟ هذا سؤال مشروع جدا جدا. نفترض أن X ترمز لعلامة الطالب، ما نحتاجه هو احتمال X أكبر من 18.5 تساوي واحد، لأنها أكبر إذا المساحة اليمين تساوي واحد صحيح اللي هو 100% مساحة المنحنى، نطرح منها مساحة المنحنى اللي على إلى يسار الآن أقل من أو يساوي 18.5،
فيمكن النظر إلى المسألة من منظورين كما ذكرت، مثل ما فعلنا في السؤال السابق. المنظور الأول هو النظر للاحتمال من خلال المتغير X، لكن ما ليس هناك شيء متوفر عنه، فنضطر إلى تحويله إلى متغير معياري اللي هو Z. Z تساوي 18.5 مطروح منها المتوسط مقسم على الانحراف، وتساوي بتكون قيمة Z 3/4 0.75 أو 0.75% من الانحراف المعياري، وحدات الانحراف المعياري. إذن فبكون بالحالة هاي، لأنها يعني قلنا أعلى من 18.5، وبالتالي بكون مساحة المحنة واحد صحيح كلها 100%، نطرح منها ما أتى إلى يمينها اللي هي القيمة في الجدول المقابلة لثلاثة أرباع. إذا أردتم أن نعود إلى الجدول، إذا ثلاثة أرباع موجب، هاي سبعة وأريد 75 الآن، هذه الآن 75، هاي الآن المساحة إلى يسار 7، منضيف لها نص بصير إلى يسار 75% من الحمامية، وتساوي بهذه الحالة 0.77343. نعود إلى المسألة الآن، إذا الآن وتساوي 1-0.74، قربناها 2-2 وتساوي 22% المساحة. 1- هذه القيمة بتساوي 22% من القيمة. هذه الآن بالمنحنى هذا أو التمثيل البياني لأكس بالقيم العادية. أريد يعني السؤال الذي طرحناه هنا، ما احتمال أن تكون أكس أكبر من 18.5؟ أكبر من 18.5 السؤال هنا. فبتكون بالحالة هاي تساوي 100% مطروح منها المساحة التي إلى يسارها، لكن بالشكل المعياري طبعا المساحة 100%، بالشكل المعياري هنا دائما وأبدا المساحة تساوي 100%. فطرحنا السؤال، ما احتمال أن تكون زي أعلى من 3/4؟ تساوي 1 صحيح لكل منحنى مطروح منها المساحة إلى اليسار، وهي ما استنتجنا هنا، تساوي 1- القيمة المجدولة وتساوي 22%. 22% هنا 22% هون 22%. مثال آخر، احتمال متغير طبيعي من المثال السابق، حيث ميو تساوي 17 وانحراف معياري سيجما تساوي 2، ما احتمال أن تكون علامة الطالب بين 15 و16؟ هنا إذا حصرتها، هنا كانت دائما أعلى، الآن حصرناها بين 15 و16. في هذه المسألة علينا أن نحسب احتمال X اللي يعني 15 أقل أو يساوي X، و X أقل من أو تساوي 16، لأنه بين 15 و16، وهي الآن احتمال X أقل من أو تساوي 16، مطروح منها احتمال X إنها تكون أقل أو تساوي 15. ما يعني الآن إنه منحولها إلى قيمة معيارية، probability of X أقل أو تساوي 16، مطروح منها احتمال X أو أقل أو تساوي 15 تساوي احتمال إنها تكون Z بين القيمتين 16-17، هي الآن قيمة 16، بتروح منها الوسط ميو مقسم على الانحراف المعياري، بكون أقل من أو يساوي زي، وكذلك أمر زي أقل من أو 15 مطروح منها الوسط مقسم على الانحراف المعياري، وبالتالي الآن نجد بأن القيمة المعيارية بتكون احتمال زي أقل من أو تساوي سالب نصف، مطروح منها احتمال زي أن تكون أقل أو سالب واحد صحيح. أي الآن هي القيمة التي نبحث عنها، في عبارة عن هنا خطأ طباعي، يجب أن تكون Z، أو بالأحرى لا عفوا X، هي لأنه ميو هون يساوي 17، فهنا هنا الآن Z بين سالب نصف وسالب واحد صحيح، اتجاه المساحة بين هذه هذا الخط وهذا الخط، فبتكون طبعا من الجداول الإحصائية وجدنا بأنها المساحة المظللة بالأخضر بتكون بالحالة هاي كما يلي، بتكون النتيجة النهائية 15%. إذن المساحة هذه 15% وتساوي احتمال أن تكون زي بين السالب الواحد والنصف سالب، وتساوي احتمال النصف يعني من الاحتمال هذا من هذا الخط إلى اليسار للأخير، مطروح منه الاحتمال هنا من هذا الخط إلى اليسار، وبالتالي تعطينا المساحة هذه. فمن الجدول وجدنا بأن احتمال أقل من نصف
بتكون 30.85%، مطروح منها اللي أقل من الواحد صحيح بيكون 15.78 كما ذكرت بالجدول وتساوي 15%. الآن مثال آخر، نفترض بأن متوسط إنفاق الأسرة على سلع البقالة يبلغ 150 دينار أسبوعيا بانحراف معياري مقداره سيجما يساوي 15. لو افترضنا بأن الإنفاق يتبع التوزيع الطبيعي، ما هو الآن؟ أسئلة بسيطة. احتمال أن تنفق أسرة ما أقل من 35 دينار، احتمال أن تنفق أسرة ما أكثر من 70 دينار، وأخيرا احتمال أن يكون إنفاق الأسرة بين 45 و65 دينار. لنرمز الآن إلى الإنفاق على سلع البقال بأكس. إذن الآن المطلوب أول واحدة الآن احتمال أكس أقل من 35 وتساوي احتمال زي أقل من يعني حولناها إلى قيم معيار، هاي الأكسات أكس حولناها إلى زي بقيم معياري بيكون 35 ناقص 50 على 15 اللي هو قيمة المتغير 35، طرح منه المتوسط قسمنا الفرق على انحراف المعياري وبالتالي بتكون القيمة تساوي probability of z أقل من واحد صحيح سالب، وبتكون بالحالة من الجدول وجدناها بأنها 15.87%. الآن هذه يعني احتمال إنه الإنفاق يكون أقل من 35 دينار، أقل من 35 دينار، فبتكون المساحة هنا احتمال إنه تساوي تقريبا 16% تقريبا. السؤال الثاني، طبعا المساحة دائما أبدا أقل 100% للتذكير. السؤال الثاني احتمال أن تنفق الأسرة أكثر من 70 دينار، يعني الآن أنظر يعني أريد أن أبحث عن هذه المساحة. فبالحالة هاي احتمال X أكثر من 70 تساوي 1، مطروح منها احتمال X أقل من 70 وتساوي 1 ناقص احتمال Z. حولنا الآن X إلى Z، 70 ناقص 15 على 50 وبتساوي بالحالة هاي 1 ناقص زي، هذه بتكون 1.333 وتساوي 1 تقريبا ناقص 500%، إذا المساحة هاي 15%. إذا الإجابة على السؤال الثاني إنه احتمال أن تنفق أسرة ما أكثر من 70 دينار احتمالها فقط 15%، من كل 100 أسرة هناك 15 أسرة تنفق 15 أسرة تنفق أكثر من 70 دينار. والسؤال الثالث والأخير هنا وضعته دفعة واحدة، احتمال أن تنفق الأسر بين 45 و65 تساوي احتمال X أقل أو يساوي 65، مطروح منها احتمال X أقل من أو يساوي 45، والنتيجة النهائية بتكون 47%. يعني تقريبا نتحدث الآن عن هذه المساحة بين 45 و65 بتكون المساحة 47.06%، يعني تقريبا هو 47%. إذا من كل 100 أسرة هناك 47 أسرة تنفق بين 65 و45 دينار أسبوعيا على البقالة. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن توزيع تي، student T distribution، باعتباره توزيعا متصلا continuous مرتبطا بالتوزيع الطبيعي، وهو من أهم التوزيعات الاحتمالية استخداما في اختبار الفرضيات الاقتصادية وفي العلوم الإدارية. سنقدمه مع أمثلة وتفاصيل أكثر. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.